وللحديث عن أزمة الكهرباء في العراق ومعاناة العراقيين اليومية، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. أين هي الوعود الحكومية بالنهوض بقطاع الكهرباء، هذا القطاع الذي يستنزف المليارات من الدولارات من أموال العراقيين؟ دكتور محمد، تسمعني؟ الآن أسمعك. دكتور محمد، سألتك، هناك وعود حكومية كثيرة قطعت في قطاع الكهرباء، ولكن لا يجد العراقيون أي كهرباء في فصل الصيف. نعم، إن كل الوعود هي وعود عقوبية مكررة سبق أن وعدوا بها رؤساء وزراء سابقون كالعبادي وعبد المهدي والكاظمي وأخيرا السوداني. هذه الاتفاقيات ذهبت أدراج الريح دون أي تنفيذ سوى أن العراق يخسر بها أموالا طائلة بحجة أنها تذهب إلى جيوب من هم متنفذين، والعراقيين سيعانون معاناة شديدة في هذا الصيف لأنه سيكون صيفا أشد حرارة من سابقيه بسبب من التغيرات المناخية التي تشمل العالم اليوم، منها الجفاف وقلة المياه لدينا وخاصة مياه دجلة والفرات. ناشطون تحدثوا عن سقوط أعمدة وأسلاك الشبكة الكهربائية بشكل متكرر، ما مدى جدية الحلول للموضوع؟ يعني ما الضامن من عدم وجود شبهات فساد، أي أن هذا الأمر هو مقصود، عملية التخريب مقصودة في سبيل إدامة عملية صفقات وأعمال الصيانة وبالتالي إدامة صفقات الفساد، والمتضرر هو المواطن؟ حسب رأيي المتواضع أن هناك أعمال تشمل قطاع الكهرباء وهي تدخل ضمن الفساد المالي والإداري، وخاصة أعمال الصيانة غير الجدية التي يقوم بها البعض من هذه العصابات التي تأخذ على عاتقها مهمة كونها شركات تعطى لها عقود جيدة ولكنها لم تتمم هذه الإجراءات التي ممكن أن تقوم بها شركات أخرى لديها الخبرة في هذا المجال. وللأسف أن هذه الشركات همها الأساسي هو جمع المال وليس إيجاد صيغة معينة من أجل ضمان وسيطرة الأسلاك الكهربائية والأعمدة الموجودة وإعادة بنائها. وهناك من يقول أنها أعمال تخريبية وكأن هذه شماعة لديهم من أجل تبرير هذه الأمور وتأخذ طابعا آخر من أجل نواياهم المالية وسلوكهم في هذا المجال. حكومات النظام، نظام المحاصصة، دكتور محمد، نظام المحاصصة حكوماته على مدى نحو 17 سنة أو 20 عاما يتساءل العراقيون، يقولون أين هي الإرادة الوطنية من أجل النهضة بالعراق من أزماته؟ هناك الكثير من الأزمات، يعني الكهرباء واحدة تعتبر من العمود الفقري لأزمات العراق سواء الاقتصادية أو الخدمية. هناك الكثير من المؤتمرات الحكومية عقدت تتحدث عن عراق جديد، هذه المؤتمرات يرصد لها ما يرصد، ويعني إلى الآن يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. الإرادة الوطنية للنهوض بالعراق تحتاج إلى أناس وطنيون من أجل إقامة نظام حقيقي وطني يعتمد على إمكانية كوادر العراق في وضع برامج وطنية وليس على هؤلاء الذين الآن يحكمون العراق بهذا الشكل. ومنذ 20 عاما ولم يجد العراقيين أي متنفس في هذا المجال وخاصة قطاع الكهرباء.
الأمور تزداد تعقيدا يوما بعد يوم بسبب من وجود هذه أحزاب المحافظة الطائفية ووجود وزراء فاسدون في هذه الحكومة كثير. وتستمر ولا يمكن أن تجري دراسة موضوعية، مثلا استغلال الطاقة الشمسية في إيجاد الطاقة الكهربائية، والعراق معروف أنه له مساحات واسعة تمتد في العراق تجهز بطاقة شمسية ممكن استغلالها، لكنهم لا يريدون ذلك. نعم، في أمور أخرى في مخيلتهم أو في عقولهم من أجل كسب المال لجيوبهم الخاصة. تكاد الشمس لا تغيب عن العراق، حصة العراق ربما من الشمس 99% بالمقارنة بباقي الدول. لماذا تستمر الأحزاب السياسية بهذا النهج الداعم لإيران اقتصاديا؟ كثير من الاقتصاديين والمراقبين في للشأن العراقي والاقتصادي يقولون أن الاقتصاد العراقي منهار بسبب قطاع الكهرباء واستيراد العراق من إيران للكهرباء. هذا الأمر سياسيا إيران كيف استفادت منه؟ أنا يعني أعرف جيدا أن الجهات الحاكمة المتمثلة بالإطار القائم عليه والمجيء بحكومة محمد الشياع السوداني هي رسمت مخطط واضح وصريح، لأن توجهاتها بالأساس تستند على الاستشارة الإيرانية، ولذلك تقوم مثلا في مجال الطاقة الكهربائية أنها لحد الآن لم تحدث أي تطور في استغلال الغاز المصاحب للنفط، وإنما تبقى هذه الأمور من أجل شراء الغاز للطاقة الكهربائية في العراق من إيران، ولذلك تصرف الحكومة العراقية في هذا المجال 40 مليار دولار من أجل أن تدفع هذه الدولارات باتجاه تحسين وضعية الاقتصاد الإيراني. وهذا ما نعرفه جيدا أن إيران حاليا تعاني من حصار وانخفاض عملتها، وبالتالي يعتبر العراق في حكومة السوداني والحكومات المتلاحقة من 2003 ولحد الآن أنها تدور بفلك إيران من أجل هذه المصلحة الخاصة في إيران وتزويدها بالمال العراقي. نعم، في ضوء استحواذ إيران على العراق، العراق يخسر سنويا نحو 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة، وهو رقم يضاهي ميزانية الدولة بالكامل. هل يمكن دكتور الوثوق بالوعود الحكومية بتحسين قطاع الكهرباء؟ لماذا لا تعطى فرصة مثلا كما تطلب؟ لماذا لا تعطى هذه الفرصة؟ هم جادون بالبقاء على هذه الاتفاقيات الموجودة مع النظام الإيراني في منح إيران هذا المبلغ حتى يبقون عليه، لأن هناك اتفاقات جرت ولم توقع مع شركة مثلا سيمنس الألمانية، وهي من الشركات الموثوق فيها في مصلحة توليد الطاقة الكهربائية. وللأسف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطرح شركة أخرى وهي جنرال إلكتريك من أجل مصالحها الرأسمالية، وبالتأكيد أن هناك شركات صينية قدمت عروض أخرى، ولكن الحكومات العراقية لم تعتمد على أي من هذه الشركات، وإنما أصبحت هي أسيرة للوضع الحالي والقائم لتزويد إيران إلى العراق في هذا المبلغ 85 مليار دولار صرفت على وزارة الكهرباء
خلال 20 عام منذ الاحتلال ولحد الآن. نعم. ولكن الشعب نعم. العراقي نشكرك دكتور، شكرا جزيلا. حرا شديدا في الصيف. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.